هنشوف للاهلي ولا الجونه، اعتقد للجونه من ناحيه شمال بالفعل للجونه. رمي التماس للجونه، هيلعبها اللاعب علي عادل، بيلعبها لمحمد حنفي لعلي اللي بيتقدم الامام وماشي، ولكن راجع على جونه كده ويرجع ويجيبها منه على طول اللاعب عبد الله زيدان لاعب النادي الاهلي اللي بياخد فاول. عبد الله زيدان اللي شارك بدلا من اللاعب ميدو اسامه، وتتلعب الكوره خطره جدا علي، علي نادر لعبد الله زيدان، بيحاول لعلي نادر وتصويا. يا ولد يا ولد، ايه الجول الحلو ده، ايه الجول الحلو ده يا جماله، ده سايق دلاله حاجه جميله جدا. علي نادر ادى قذيفه مدويه، ادى قذيفه حلوه 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 يا ولد يا لعيب يا علي يا نادر. وادي بقى التصويب من خارج منطقه الجزاء، والسلاح مهم جدا، سلاح مهم جدا، والهدف الرابع للنادي الاهلي، الهدف الرابع للنادي الاهلي. انما تصويبه ايه، تصويبه قويه جدا، ولا مصطفى مجدي ولا حتى الحارس اللي معاه يوسف البدري لو هما الاثنين وقفوا في المرمى، شوف الراجل ضغط وشوف الراجل جابها ورجعت له مره ثانيه في اللقطه الماضيه، لانه حظه حلو. الكوره دايما والتوفيق دايما مع المجتهد، وشوف التصويبه رايحه فين، شوف التصويبه رايحه فين.